بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار هذه الحملة التي شنت على القيم الإسلامية في بلاد المغرب ومع الأسف أنها تنطلق من أجندة غربية ومن وثيقة هيئتها الأمم المتحدة لما يسمى برفع التجريم عن الحريات الفردية وتشريع ما يسمى بالعلاقات الإنجنسية الرضائية التي جلب لها هؤلاء الشراذم من العلمانيين والحداثيين من كل حدب وصوب تعليلات وتسويغات على أنها لا تضر بالمجتمع وأنها تسعى إلى نفع المجتمع. نحن نلاحظ أن أولا ما يعيشه الغرب الآن من فوضى ومن تفكك اجتماعي وأسري في هذا المضمار، وقد بين ربنا سبحانه وتعالى لنا هذا الشقاء الذي تعيشه الإنسانية في خارج المرجعية الإسلامية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فحبا ورغبة في تبيين وتوضيح هذه الرؤية لأبناء للشعب المغربي وللإخوة الشباب وللعاملين وللدارسين والباحثين والإعلاميين، انعقدت هذه الندوة بمعهد الغرب الإسلامي بتعاون مع جمعية النصرة وبتغطية إعلامية من جريدة الموقع هويا بريس وغيرها من المواقع الإعلامية الرائدة التي تحاول أن توصل هذا الصوت الإسلامي إلى هذا الشعب. فكانت الحمد لله شارك فيها الأساتذة الكرام جزاهم الله تعالى خير الجزاء ونفع الله تعالى بهم، وكل تناول من الجانب الشرعي ومن الجانب القيمي الاستراتيجي والتخطيط الذي هيئته الأمم المتحدة، ثم من الجانب الاجتماعي وكان آخر مداخلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود جميع الإخوة وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.